سعيدة جدا بأني أمارس شغفي وهوايتي كمدربة وكمشرفة سلامة ميدان في توب جن حاليا، وإن شاء الله أني أشارك خبرتي وعملي مع الفتيات السعوديات وأشجعهم على اقتحام هالمجال الصعب واللي كان محتكر سابقا من قبل الرجال. طبعا الصعوبات اللي واجهتها كانت اللي هي معارضة وانتقاد من العنصر النسائي، وهذا كان شكل صدمة بالنسبة لي، كون كنت متوقع المعارضة تكون من العنصر الرجالي أكثر من النساء. الحمد لله مع إصراري وكملت طريقي كمان، وحصلت أهلت نفسي وحصلت على دورات معتمدة من الاتحاد السعودي للرماية والأبسك العالمية، والآن زي ما أنتم شايفين أغلب رواد النادي الرماية نساء. طبعا طموحي المشاركة في الأولمبيات العالمية بإذن الله، أنا وأول فريق إن شاء الله نكونه مستقبلا، بالإضافة لذلك تحقيق لأمنية والدي رحمه الله، فهذه تقريبا أهدافي من اقتحام هذا المجال الصعب.